لقد ارتدت جامعة كارديف، ولكن سرعان ما تشتت ذهني بسبب المشاركة بحفلات تناول الممنوعات وموسيقى أسيد هاوس الصاخبة. كنت أبلغ 24 وحكم علي بالسجن 5 أعوام. كان ذلك مدمرا، لكن السجن هو بمثابة الدراسات العليا للمجرمين. أقول دائما إن بيع الممنوعات يسبب الإدمان أكثر من تعاطيها. كان قد تم تزويدي في السجن باسم رجل كان كولومبي الجنسية، يعرف كيفية تشبيع الممنوعات في المطاط. بعد يومين تلقيت اتصالا هاتفيا من الرجل الكولومبي وأخبرني بأن سيارة أجرة ستقلني من فندقي. كان الظلام قد حل، ومع تزايد التوتر بدأت أشعر بالخوف وأتساءل عن وجهتي. أنزلوني أمام منزل. لقد كنت متوترا للغاية في تلك اللحظة. بيتر، مرحبا، كيف حالك؟ أنا بخير، وأنت؟ إن الرجل الكولومبي الذي تواصلت معه كان يلقب بالقائد. حسنا، المطاط في المطاط الأرضية؟ أجل، الممنوعات والمطاط ممتزجان. وشرح لي أنه يحول الممنوعات إلى مطاط يستطيع وضعه في أرضية الخيمة ببين طبقاتها 5 كيلوغرامات. وكان هذا عملا مبتكرا، بدت فكرة جيدة. شعر الجميع بالارتياح وأدركنا أننا نستطيع فعل هذا بنجاح. وعند تلك اللحظة كان الأدرينالين بأعلى مستواه. كان الأمر حماسيا. انطلاقا من تلك اللحظة لا مجال للتراجع.